الو، هذا الفيديو مو شرح، هذا الفيديو عبارة عن نصيحة. انت هسه تقرا، عندك 5 ملازم فوق على دماغك، كلية لازم تقراها، عندك امتحان حلو وتريد تجيب درجة. اكو عندنا فد مشكلة بدماغنا، انه احنا نريد مثلا درجة، نريد ننجح، نريد اي شيء، فسطر علينا فد شعور من الخوف، او شعور شلون اقول لك، اوكي الدنيا راح تهلك، يوم القيامة راح يجي الدنيا راح نشق شق، لازم نشق روحنا، لازم نقرا تقريبا 15 17 ساعة بهذا اليوم، اللي احنا راكمنا كل الاشياء عليه. بس بصراحة هذا الشيء ما له معنى، يعني انت تريد تقرا 15 ملزم، يعني 15 ساعة تقرا هاي الملازم كلها بيتشوكت. تم ملاحظ يعني هل هذا الامر منطقي؟ هل انت راح تحفظهم كليته؟ ما اعتقد. فهذا الفيديو ابدا اقول لك في الطريقه، شنو هي الطريقه؟ انه يسموها بورومودورو تكنيك. ليش؟ شنو هي؟ انت فتحت الملزمه تقرا 25 دقيقه، اوكي تخلص بيها الملزمه خلال 25 دقيقه، زين تطفيه، طفي الملزمة، تروح وين تروح؟ تروح 10 دقائق تسوي شي انت يعجبك، مثلا عاجبك تشوف مسلسل، عاجبك 20 دقيقة مثلا، عاجبك تشوف مسلسل، فيلم، اي شي خرجك من وطأة انه انت بالامتحان. بعدين هم ترجع 25 تقرأ، وبعد 25 مثلا قرأت افتهمته، 25 تروح تكتبه، بعدين 25 لغة تروح شو تسوي؟ تمتحن الملزمة. وهكذا تلم عندك 25، همدة تقرأ 25 دقيقة، وهمدة تلعب 20 دقيقة، مثلا تروح تشوف فيلم، تروح طب يوتيوب، طب رسائل، طب على انستغرام، ايا كان. بس اللي اقول لك اياه انه لا تقرأ فترة طويلة، لان تركيزك راح يروح. جزئها، يعني حاول ان تصير اكو فد، يعني اوكي انا قرأت 25 دقيقة، احتاج 20 دقيقة مكافأة، انت بقى 20 دقيقة كافي روحك، انت ما مجبور تقرا لي 3 ساعات واحدة ورا اللخ متلازقة. ترى احنا يعني ما اعتبر روحي انه انا ذكي، بس دا اقول لك اياها، يعني ادمغتنا ما تتحمل اكثر من 25 دقيقة، فقر 25 وكافي روحك 20 وتين حل الامر. يعني باي.